هو الحقيقه اللي اثر على الاقصى مش الحريق، اللي اثر على الاقصى انه قلوب الناس اللي احترقت، مش الاقصى اللي احترق، قلوب الناس، قلوب المسلمين. كان صدمة عند أهل البلد، صدمة صدمة صدمة، الكبير الصغير الشايب الشاب النساء، يعني هبوا هبة رجل واحد وفدوا المكان بأرواحهم بأسساتهم. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.